صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لوميير. نصب عليكم في هذا الصباح ونتمنى لكم نهار مبارك يا رب. في هذا الصباح نحن طبعا مشتاقين لرؤياكم ومتابعتكم مع نورسات ومواضيع نورسات. واخترنا اليوم موضوع جدا مهم، وخاصة نحن مقبلين على فصل الصيف، والآن التحضير للزواج وتحضيرات للعرس، وخاصة أيضا بعد الانفتاح والانفراج أفضل الوقت أفضل بالنسبة لجائحة كورونا والوضع العام الوبائي اللي كان قبل سنتين. فاللي كان مأجل حفلات الزواج السنة هذه راح يخبرنا هلأ أبونا وضيفنا العزيز علينا الأب الأيكونوموس إيرونيوس سالم إمدانات. طبعا اسمه هو الأب سالم إمدانات، الاسم اللي أعطي له في الكهنوت الأب الأيكونوموس إيرونيوس سالم إمدانات، وهو راعي كاتدرائية البشارة في منطقة العبدلي، ومنطقة العبدلي هي في وسط العاصمة عمان. طبعا ابونا بده يحكي لنا شوي عن هاي الكنيسه لانها من اقدم الكنائس الروم الارثوذكس في العاصمه عمان. فالموضوع اليوم انه التحضير للزواج مطلب كنسي ومنفعه ايضا للاسره، ومن اقامه دورات الخطاب اصبحت الكنائس تهتم في هذه الدورات وهذا التحضير للخطاب من أجل أن يعوا مسؤولياتهم واجباتهم الأسرية والزوجية. فرح يحدثنا طبعا بشكل مطول أبونا سالم، فمنصبح عليك يا أبونا، صباح الخير. صباح الخير دكتورة، وفي البداية شكرا لكم ولهالدعوة الكريمة واستضافتكم اليوم في تلفزيون نورسات. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك العافية أنت كمان أبونا سالم. أبونا سالم، نحن حابين كمان نعرف عنك، أنت كمان كنت في المحكمة الكنسية. نعم. فمن منطلق كمان أنت وظيفتك كانت أو دورك. نعم. في المحكمة الكنسية. نعم. مطلع كثيرا على المشاكل الأزواج. نعم. ومشاكل من سموهم الأزواج الجدد أو نعم. ايضا انت مشارك كمان في التحضير للزواج، وانت نعم. بتعطي محاضرات ايضا نعم. في هذا المجال. نعم. فقبل هذا الشيء ابونا الفاضل، طبعا احنا بنشكر حضورك في هذا الصباح وبنشكر وجودك معنا، وانا عارفه كيف قديش برنامجك مكثف، بس كان واجب علينا انه نطرح هذا الموضوع، وخاصه نعم. انه كنا بشهر 3 بنحتفل بعيد الأم ويوم المرأة العالمي. نعم. والعيد البشارة والأسرة المقدسة. نعم. فكنا نحن طالبينك من شهر 3، لكن كل الاحترام الضغط برنامجك. فنحن نعم. أمام المشاهدين طبعا منرحب فيك بحلقتنا اليوم، ومتابعة كل الأشخاص اللي موجودين الآن على البث المباشر. بس بداية أبونا، نحن معتادين ناخذ البركة قبل ما نبلش في برنامجنا. نعم. الصباحي لهذا. نعم. اليوم. نعم. تعطينا البركة يا أبونا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين، أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان الملء الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا، صلوات بان القديسين، أيها الرب يسوع المسيح ارحمنا وقلصنا، آمين. آمين. الله يكون معكم ويبارككم. شكرا لك يا أبونا. طبعا احنا برامجنا كالمعتاد انتم بتشوفوه على صفحتنا على نورسات جوردن الأردن. مجلس رؤساء الكنائس هنأ أمس أمين عمان بمناسبة تنصيبه المنصب الجديد وتجديد الثقة بمعاليه أمينا لأمانة عمان الكبرى وحلول شهر رمضان الفضيل. طبعا احنا بنحيي كل الأمة الإسلامية العربية الإسلامية بهذا الشهر، إن شاء الله يا رب يعيدوا عليه بالخير والمحبة والسلام. وأيضا هناك نشاطاتنا الأخرى في برنامج صباح الأردن في أسبوع تشاهدونها تباعا التقارير على صفحتنا على نورسات. وأيضا هناك رسامة راهبتين
أسيل حجازين والأخت لين الهلسة منهنئهم في هذه الرسامة، وإن شاء الله يا ربي رسالتهم مباركة لخدمة الكنيسة. وأيضا هناك إشهار لكتاب أبونا إبراهيم دبور، وهو كاهن في البطركية الأرثوذكسية، كتاب المعطيات الكتابية حول اللاهوت الأرثوذكسي. طبعا نبارك له لأبونا أطلاق هذا الكتاب المهم من ناحية الحضور المسيحي وأيضا تاريخ المسيحية من ناحية أرثوذكسية كأنه. نعم. للأسف ما قدرتش أحضر، كنت مسافرة على سفر، فكان الإشهار والحضور مميز. طبعا نحن رح نعمل تقرير وننشره على الأردن في أسبوع للي ما تابعوا. طبعا نشاطاتنا مختلفة ومتنوعة، ولازلنا نتابع النشاطات الكنسية. كنيستنا حية دائما بنشاطاتها، وأيضا فيها كثير من النشاطات الشبابية والرعوية، خاصة وإحنا في زمن الصيام المقدس، وقريبا سنحتفل بالقيامة المجيدة. نشكر كل الأشخاص اللي بيتابعونا على صفحتنا على فيسبوك من البث المباشر، ومنقولهم صباحكم نور. وأي اتصالات أو أي أسئلة بتحبوا تسألوها، إن كانت تحطوها على التعليقات أو الاتصال مباشرة على تليفون الأرضي 06-5833-773 5833-773. وننطلق الآن مع أبونا سالم للحديث عن الأسرة. أبونا هذا موجعين راسنا، هذول الشباب الصغار الحمد لله موجعين راس الخوارني كمان مشاكلهم، خاصة خطاياهم، لهذا وجدنا. نعم الله يسعدك يا ربي. أبونا أنت ترى الآن في هذا الزمن الحاجة ملحة للتنوير، الحاجة ملحة لإعطاء هذه الدورات للخطاب قبل مرحلتهم الأساسية أو مرحلتهم المهمة اللي هي الزواج أو عقد الزواج. بتلاقي هالشباب مهتمين بالفستان والتحضيرات والآخره، لكن من الناحية الروحية ومتطلبات الزواج وما هي سر الزواج المقدس، احنا بنحكي عنه سر لأنه فعلا هو يحمل الكثير من المعاني ويحمل الكثير من المسؤوليات ويحمل كثير من الواجبات اللي ما بيوعوها الشبابنا المقبلين على الزواج. فرأت الكنيسة الأرثوذكسية الحاجة إلى عمل دورات مكثفة لتنوير وإرشاد وترشيد يعني المقبلين على الزواج بهذه المسؤوليات. تفضل أبونا. دكتور حقيقة يعني بهاي الدورات اللي بلشت عندنا بكنيستنا الأرثوذكسية من شيء 4 سنوات تقريبا، الفضل الأول هو لسيادة المطران خريستوفروس اللي بنقدم له كل الشكر وإنه ربنا يباركه. آمين. كونه كان في الماضي نائب رئيس المحكمة، وكنت أنا كمان بالمحكمة من 2001 إلى 2016. خلال هاي الفترات اللي كنا في المحكمة كنا نشوف قديش في هناك حقيقة معاناة. وأنه كثير من أولادنا للأسف زواجاتهم ما بتدوم بعد مرات لأشهر، بديش أقول بعد مرات لأيام. ماشي. فكان في هناك حقيقة إلحاح أنه يوم الأيام يكون في هناك هاي الدورات اللي نوعا ما تأهيل للخطاب لمرحلة الدخول إلى الزواج. والحمد لله أنه بلشت هاي الدورات إجبارية هي للمقبلين على الزواج. وخلال هاي الفترة اللي هي من 27/3 بلشت عندنا الدورة السادسة للمقبلين على الزواج، هي 3 أحادات معدل 9 ساعات. كانت الأحد الأول محاضرة روحية، هي دائما بتكون هي محاضرة روحية لسيادة المطران خريستوفروس من مبدأ روحه، ومن ثم محاضرات إرشادية. نعم. أول امبارح كان أيضا هناك محاضرات، وعندنا الأحد الجاي كمان آخر محاضرة لطبية. في هاي المحاضرات دكتورة حقيقة بنلاحظ انه بعض مرات شبابنا لما بيجوا هم مش عارفين لايش بدهم يجوا، ولكن حقيقة لما بنلاحظ اول محاضرة باخذوها والثانية قديش الاشتياق وقديش الاستمتاع، انه يا ابونا يا ريت لو كانت هاي المحاضرات اطول من هيك او اكثر من هيك، او بالاحرى تكون اقرب بكثير من فترة الزواج.
لأنه هاي الدورة اللي بلشنا فيها خلال من 27/3 بتشمل لأعراسهم بعد عيد الفصح من بعد العيد مباشرة من بعد عيد الفصح من بعد 24/4 وشهر 5 وشهر 6. ومن ثم في شهر 6 عندنا دورات قادمة. ففترة التحضير للمقبلين على الزواج حقيقة دكتورة هي مهمة كثير. ولكن قبل ما نحكي عن دورة المقبلين على الزواج أو التأهيل، أي أب وأم هدفهم بالحياة لما بيجيهم بنت أو ابن أي يوم الأيام يشوفوه عريس أو عروس، ونسمعها حتى بالبنات الصغار إيش يا عروس عقبال ما نشوفك عروس أو عريس. فكل واحد هدفه بهالحياة أنه يرتبط في شريك حياة سواء شاب أو فتاة ليعيش حياة مضبوطة. فمشان هيك أنا دايما بحكيها ما في أروع من أنه بهالأيام اللي عم بنعيشها هالأيام الصعبة الاقتصادية أو غير اقتصادية أنه شاب وفتاة أنها تتطابق عقولهم لحتى يأسسوا بيت مسيحي على صخرة الإيمان. ففترة التعارف فيها فترة مهمة. نعم فترة الزواج، ولكن فترة التعارف وفترة الخطبة هي فترة مهمة لأساس بيت مسيحي بكل معنى الكلمة. الشيء الملفت للانتباه للأسف، يعني أنا هلا كمسؤول مكتب إصلاح وإرشاد والزواج في المطرانية أو مسؤول مكتب العائلة، لما بيجينا أي اثنين والقانون عندنا هلا بالمحكمة أي قضية بترتفع في المحكمة الكنسية خاصة الخلافات والنزاعات الزوجية تتحول على مكتب العائلة لشهر كامل. مع هناك مختصين معي انه نحاول على وعسى انه نحاول نعالج اللي بنقدر عليه او ننقذ هذه الاسره من الدمار. فدائما انا بشكل عام بسالهم لهالطولين المتزوجين اللي لهم للاسف احكيها لهم شهر او شهرين او اشهر وبعد مرات سنوات بكونوا جدود بعد مرات. نعم. ماشي، انه احكوا لي فتره التعارف والخطبه كيف كانت. نعم. بنتفاجئ انه كثير منهم فترة التعارف كانت فترة سيئة بكل معنى الكلمة، فترة الخطوبة أكثر المرة كانوا يتركوا يشلحوا المحبس، كانت في بعض مرات فترات للأسف بتلاقي الخطيب رفع إيده على خطيبته، ماشي، أو بكون في هناك خلافات جذرية ومع ذلك للأسف بتجاهلوا كل هاي الخلافات وبوقفوا أمام المذبح أمام الهيكل وبتكللوا. فهون جريمة بيكترفوها كثير مرات بحق أنفسهم الخطيب والخطيبة، إنه بيشوفوا حالهم إنه إحنا مش لبعض. نعم. إحنا هذا إذا فترة التعارف فيها فترة مشاحنات، فترة أكيد فترة التعارف إلا يكون فيها هناك خلافات، ولكن إذا هالخلافات هاي جذرية وسوف ترحل إلى ما بعد الزواج، فأنا بعتقد هذا الزواج رح يكون زواج مش مبني على أسس متينة. نعم. عشان هيك اللي براجعونا وعندهم شوية أو بعض الخلافات دايماً بنسمع منهم يا أبونا أنا من البداية لازم تركت، إحنا عقلي مش جاي على عقلها، إحنا مش متفقين، إحنا من الخطبة لازم تركنا، في مؤشرات كثيرة ولكن للأسف اتجاهلوها. فمشان هيك هاي الفترة فترة التعارف وفترة الخطبة إنه فترة مهمة، وهذا اللي بحكي للشباب بفترة الخطبة فترة دورة الخطاب، إنه حتى لو عرسكم بعد الفصح وحددتوا هذا التاريخ ليس عقيدي ليس كتاب مقدس، إذا شايفين حالكم أنتوا مش متفقين في هناك لسه خلافات بترجاكم أجلوا هذا التاريخ أو بمعنى آخر اشلحوا الذبل. وصدقيني دكتورة إنه في عنا بعض الخطاب أنا بحكي لهم يا أولادي أنتم اثنين مش لبعض. نعم. حقيقة أنتم مبين من خبرة زواجكم راح ما يكون فيه إله هناك استمرارية. نعم. نعم. لأنه وهنا المشكلة إنه كثير من خطابنا بخطبوا بعد مرات أشهر دكتورة وسنة، ولكن لما بتقعد معهم تتفاجأ إنه ما قعدوش مع بعض. نعم. ما عرفوا بعض، ما 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 امتحن كل إنسان أو من هو هذا الشريك اللي بدي أعيش كل حياتي معه. نعم. وللأسف بتلاقيهم بعد مرات جهزوا كل شيء، جهزوا البيت وجهزوا الريسبشن وجهزوا كل التجهيزات اللي بترضي الناس، ولكن بتلاقيهم هم اثنين لسه مش جاهزين لبعض. أبونا هل ترى أنه المجتمع أحياناً بيفرض أحكام وبيفرض قوانين على هالأشخاص هدول المقبلين على الزواج؟ يعني البنت بتلاقيها بعمر معين صارت 28-29 سنة كبرت كذا تقبل بإيش مكان، وبعدين المشاكل بتظهر. هل المجتمع أنت بتعتبره أنه منصف
الفتى أو للشاب، أو موضوع الخطبة كمان، مفهوم الخطبة عند العائلات المسيحية، شو مفهوم الخطبة وما معنى الخطبة؟ يعني في ناس كتير بتقولك إيه هاي خطبت وتركت، كأنه وصمة عار على هاي البنت، فبتحس إنه مثلا إذا خطبت مرة تانية وما كانت موفقة مع الخطيب ولا أنت خطبتي أول مرة ما بسمح لك تتركي مرة تانية. فبعتقد إنه المجتمع شوي قاسي بإحكامه وقاسي بتصنيفه هدول الأشخاص. لا يما هاي البنت خطبت مرتين وتركت. طب لأنها مش مقتنعة ما بفهموا هذا الحكي، بقولك بصر شو فيها العلة شو فيها. فأبونا خلينا نكون واقعيين، يعني أحيانا يفرض على البنت إنها تكمل الزواج بضغط من المجتمع، ضغط من الأهل، بضغط من العائلة، أو هي ضغطها النفسي إنها كبرت وراحت عليها وما حدش راح يطلع فيها. فهاي هل هذا تأثير كمان أنت بتلاقيه مهم لأنه يتفهموا العائلة شو معنى هذا الخطبة والخطوبة والبنات حتى؟ نعم حقيقة دكتور بتحكي صحيح، ولكن دائما بيحكوا أنه الزواج سترة. نعم. ماشي، ولكن هذا المصطلح مرفوض. نعم. أنا بعتقد دائما البنت هي مستورة في بيت أهلها. أكيد. لأنه لو ما كانت مستورة كان هذا الشاب ما راح قرع هذا البيت وأخذ هاي البنت اختارها. أنا شخصيا دائما بحكي يحكوا البنت خاطبة 20 مرة وتاركي، أو خاطب وتارك، ولا أنه بكرة يكون في زواج ويدفع ثمنه دائما للأطفال. نعم. لأنه هم للأسف دائما كبش الفداء. نعم. ومن هذا المبدأ بنحكي لأولادنا أنه حتى قبل الخطبة خلي يكون في هناك فترة تعارف حقيقية. نعم. حتى لبس المحبس للخطوبة ما تستعجلوا عليه. نعم. نعم مجتمعنا بعض مرات ما برحم مع أنه تغير هذا المفهوم. نعم. ماشي، مشان هيك فترة تعارف ما تستعجلوا انه تحددوا موعد خطوبه. نعم. وهذا دائما انا بنادي فيه انه حتى الخطبه هي فتره تعارف. مشان هيك انا ضد الخطب اللي بيصير باوتيلات ضخمه وبندفع عليها الاف الدنانير، لانه ياما عنه خطب دكتوره ندفع عليها الاف الدنانير. نعم. وما استمرت الا يوم يومين وثلاثه. نعم. وشهر. نعم. وبالاخير راح كل شيء في مهب. نعم. الريح. فانا برايي انه دائما يا اما البنت تختار اختيار حقيقي. ماشي، وهون رسالة بنوجهها للأهل، لا يعني أنه أنا بنت، وأنا بحكيها دائما بقول ظلها البنت عايشة في بيت أهلها معززة مكرمة ولا ترتبط في إنسان يدمر حياتها. نعم. لأنه يا معنا بنات حقيقة. نعم. بضغط من الأهل أنه. نعم. ماما خلاص إحنا بدنا نهاجر لأمريكا وأنت الوحيد تضلي هون، أو للشاب بعد مرات في ضغوطات بعد مرات على الشاب. صح. ماشي، مزبوط. وبتلاقي اما بيقبل او انه بالنهايه الشاب بوقع في متاهات او في 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 مشاكل نفسيه بعض المرات. فانا بعتقد بالعكس، اما البنت تختار شاب يكون مناسب لها او بلا من هذا الزيجه. نعم. لانه الزيجه الغير اسس لها اساس حقيقي هي بالنهايه راح يدفعوا الثمن كثير. مرات بنسمعها بقول لك ايه هاي البنت راح عليها القطار فاتها. نعم. القطار. نعم. لا يا عمي يفوتها القطار لانه في غيرهم طلعوا بهذا القطار وجلف فيهم من زمان. ماشي حقيقه. فالزواج بايامنا يا معنا بنات. ماشي. نعم. بتقول لك ابونا انا عايشه راتبي معي سيارتي. طيب. معي معي. اطلع على اختي شو بصير فيها، اطلع على بنت عمي. صح. فأنا بعتقد هذا المفهوم موجود ولكن عم بتقل. نعم. نعم في عنا أهل في بعض المجتمعات أنه على إيش لسه قاعدة، مر الوقت. لا. يمر الوقت إذا ما في شخص مناسب، لأنه بعض مرات دكتورة عندنا شباب بنظلمه بزواجات. صح. بزواجات بكل معنى الكلمة. مش هيك في بعض مرات عندنا شباب في بعد الزواج لما بيشوف أنه ما في حلول. نعم. للأسف بروح لحلول أخرى. نعم. بتأدي إلى أنه يترك كل شيء وراه، وحتى بعض مرات يترك بيته ويترك عيلته ويختار طريق آخر. طريق. فالزواج والزواج حقيقة هو سر مقدس، سر وليس عقد. نعم. لفترة معينة. مشان هيك شهادة الزواج عليها تاريخ الزواج ولكن ما عليها تاريخ انتهاء. نعم. ماشي، لأنه بالنهاية ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. ولكن كل المحاكم الكنسية قديش بتكون بتتألم لما أنا بتأكد أي خوري أو أي قاضي كاهن كان أو غير قديش بتلاقيه بتألم لما بوقع على قرار انفصال بين الاثنين. نعم. لأنه بعض مرات هذا حل. وهون في مشكلتنا كثير مرات بتقرا من عائلاتنا اللي بكون الأساس غير متين. نعم. بتلاقيهم أصلاً في كثير من الأسر طلاق صامت داخل البيت. نعم. هم مطلقين. نعم. ولكن بالنهاية بدهم يجوا على هالمحكمة يأخذوا ورقة حتى ما ترث منه أو بالزبط. حتى يشوف حياة أخرى. فدائماً إنه خاطبة وتاركة ولا إنه بكرة للأسف إنه يكون في هناك طلاق. وبعض مرات صدقيني دكتورة من حالات الإصلاح أنا شخصياً بعض مرات بحكي لأشخاص لزوجي وزوجة
خاصة لما ما يكون في أولاد ويكون في هناك فعلا الكم الهائل من المشاكل والخلافات. نعم. بقول لهم بترجاكم انتم الاثنين مش لبعض. نعم. ومع انه في عندنا بطب نفسي وفي عندنا ارشاد وفي عندنا هاي والجريمة بكره لما يكون في اولاد بنقول لهم بعض مرات يا اولادي كزوجي وزوجي انتم فشلتوا. نعم. بنترجع القليلة كونوا متفقين كأب وام. نعم. مشان هالاولاد هذول. نعم. وفي عندنا حالات حقيقة بتلاقيهم كأب وام اروع من هيك ما في ولكن كزوجي وزوجي فشلوا. نعم. والمشكلة انه كل واحد بحمل الطرف الآخر المسؤولية. في هاي المسؤولية قديش. وفي عندنا بعض المرات حالات دكتورة للأسف معظمها هي تدخلات الأهل. نعم. تدخلات يعني كثير من برات من لما تنتهي الخطبة بعض مرات تدخلات الأهل. نعم. أوكي ناخذ اتصال أبونا. معلش أوكي تفضل. صباحك نور دكتور. خلاص صباح النور إليك ولا أبونا سالم. بس على الصباح النور يسعد صباحك. سلميلي معك أبونا كمان سالم مدانات. سلميلي على أبونا سالم مدانات. هلين هلا بيك. هلا هيو معك بيسمعك. طيب تفضل دكتور. كنت بدي أقول نعم العلاقة بين المسيحي والكنيسة والدين كله بشكل عام هي علاقة روحية. نعم. والعلاقة الروحية عادة يجب أن لا يشوفها أي أخطاء بتتخللها لأنه يجب أن يتوقعها. بمعنى ثاني أنه إذا كان الزواج قد يتعرض إلى هزات أسرية المفروض أنه هو يقدر يتجاوزها. ووظيفة الكنيسة ليس أن تحل المشكلة، أن تبحث عن أسباب المشكلة وليس عن طرق حل المشكلة. نعم. لأن قضية طرق حل المشكلة تعالجها قد تعالجها وقتيا. نعم. ولكن بحث الأسباب اللي أدت إلى هذا الخلاف هي اللي المفروض أن تعالج أصلا. نعم. من الأساس. ومن هنا أنا أحمل الكنيسة بشكل عام يعني. نعم. ليست الكنيسة الأرثوذكسية فقط. نعم. الكنيسة كلها بشكل عام. نعم. لاتين وكاثوليك وأي كان طقسها. نعم. أنا أحملها المسؤولية بأنه يجب أن تبحث عن الأسباب الروحية التي قد تؤدي إلى فسخ العلاقة بين المسيح وبين الشخص اللي بده يتجوز. حلو. نعم. وهي أسباب سيكولوجية. نعم. بالتأكيد يعني. نعم. أكيد. ولذلك أنا دائما يعني بحد أو في كتاباتي يعني بقول للكنيسة إنه ابحثوا في الأسباب الروحية التي تؤدي إلى اقتلاع الآثار السلبية من الجذر. نعم. الشجرة لما بدك أنت تمهدي لها المفروض انه تقطع كل جذورها من الاساس وليس تقليمها. جميل دكتور شكرا للمداخله ولهذا الاتصال. وهلا ابونا راح يجيب على هذا السؤال ان شاء الله. شكرا للمتابعه يا دكتور. شكرا دكتور. حقيقه يعني دائما الايه اللي بتحكي ان لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. حقيقه إذا ما كان في هناك انتماء كنسي وانتماء روحي لاثنين هذا لا يعني أن الإنسان أنه المسيحي أو الشاب أو البنت اللي ما لهم علاقة كثير بالكنيسة مش كويسين، ولكن لما بيكون في هناك أساس روحي في هناك الله نعمة ربنا داخل البيت. وهاي دائما بنحكيها للخطاب أنه يا حبايبي أنه بترجاكم أنت وخطيبتك مش غلط أنه بفترة الخطبة أنه كمان تيجوا للكنيسة تتناولوا. نعم. لأن من أكل جسدي وشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. نعم. وقديش في عندنا خطاب دكتورة أنه كل يوم جمعة اللي هي يوم عطلتهم. نعم. بتلاقيه هو وخطيبته بالكنيسة مع بعض. حلو. قديش في هناك روعة لما بتشوف الخطيبة يوم إكليلها
ماشي الصبح موجودة بالكنيسة عم تحضر القداس بتتناول وبتروح بعدين على الصالون. هذا هو الأساس الحقيقي. نعم. اختارت النصيب الصالح. صح. فلما بنيجي بنحكي لأولادنا أنه وهذا أنا بحكي له وشكرا لك دكتور أني. نعم. ذكرتنا بنحكي لأولادنا أنه بنترجاكم أنه مش كل إشي تجهيزات مادية. صح. كمان هناك إذا ما كان روح الله ساكن في هذا البيت. نعم. لا يمكن أنه البيت هذا يقوى. نعم. مشان هيك كثير من بيوتنا بنلاقيها كالبيت المبني على الرمل للأسف. نعم. ليش؟ لأنه ما عم بتذكروا الله في حياتهم. وللأسف عندنا بعض أزواج من بعد ما يتكللوا ما عم بنشوفهم بالكنيسة. نعم. إلا بجوز بعد سنة أو سنتين لما يجيهم طفل للعماد. ماشي؟ وهي أكبر خطورة. أكبر خطورة إنه أولادنا بعض مرات بيبتعدوا عن الحياة الروحية. وبنحكي لهم يا لأولادنا إنه بنترجاكم بهاي الفترة فترة الخطوبة خلي لكم أب روحي. خلي الأب روحي ارجعوا لي بكل شيء. حتى فترة الخطبة حاولوا قدر الإمكان ما تحطوا أهاليكم بدق التفاصيل. نعم. الأب الروحي هو الموجه لإلكم وبالذات لما بكرة بتتزوجوا الأب الروحي هو اللي بيزور بيتكم بيجي بيصلي في بيتكم بيسمع همومكم. لأنه أنا كأب روحي لا يمكن أوقف مع ابني ضد بنتي أو بنتي ضد ابني. بينما الأهل مهما كان بالنهاية إلا ينحازوا لطرف ابنهم أو طرف بنتهم. فالحياة الروحية مشان هيك إحنا نفهم أولادنا وخطابنا إنه الزواج هي مش مشروع تجاري. نعم. وليس فتح شركة. نعم. هو سر مقدس ما جمعه الله لا يفرق الإنسان. وهذا المبدأ إنه كثير من أولادنا إنه ارجعوا للرب خليكوا. نعم. قريبين من الكنيسة بهالظروف الصعبة اللي عم بنعيشها. صح. أبونا يعني اللي تفضلت فيه واللي ذكره الدكتور جلال على أهمية البناء الصالح من الأساس من الجذر بيكون بناء صالح. والأسرة اللي بتنشئ أشخاص فتاة للزواج أو بتنشئها هي من النشأة من هي طفولة. يعني هذا الأساس من الطفولة. ما بتقدر تيجي على الوسط شجرة متروكة طلعت بالبرية لا تهذبت ولا تشذبت ولا انسأت ولا انرعت وبدها تبني بيت أساسه صالح مثلا متين وأسرة صالحة. بتلاقي صعوبة لأنه من الأساس هي ما تربت بأسرة صالحة. لكن أنا بعزو هذا الشيء كمان اللي هو تأهيل الأهل قبل تأهيل الخطاب. نعم. من نعم. البداية أبونا أنا ما تأخذني بحس في شوية تقصير من كنائسنا بغض النظر من كنائسنا من حيث إرشاد الأهل بتربية الأولاد. يعني مثلا لما بتقول الأم ابنها بدوش يجي على الصلاة عمره بيكون مثلا 12-13 سنة بلش بفترة المراهقة ما بدي وكذا بتقول بس يكبر بصير يتعرف على الله ما بزبط. يعني أنتوا في مرحلة ما عليكم إجبار الأولاد ييجوا معكم على الصلاة. يعني أنا بعزو هاي المرحلة اللي هي قبل التوجيه مثلا أو الثانوية العامة 18 سنة لما بدهم يقبلوا يروحوا على الجامعات. هاي الفترة أنا بقدر ألزم الأولاد. يعني أنا ما تأخذني أم وكنت أجبر أولادي ما بدهم يروحوا بدهم يضلهم يلعبوا أو بدهم يضلوا ملهيين بأشغالهم الأخرى أجبرهم أحطهم في السيارة غصبة عنهم ييجوا على الكنيسة ويحضروا القداس أو يخدموا أو يعملوا نشاط. طبعا في إشياء بالكنيسة كانت تزعجهم كنا نحكي يا أبونا يعني خفف شوي الوعظة بلاش ساعة الولاد زهقوا الولاد ضاجوا كذا وهان. يعني كنا نعمل لا ادخلوا على الخدمة الشاب الولادي كانت تلبس التوب وتساعد الخوري. البنت عندي كانت كمان تساعد اللي بيرتل اللي بيعزف. يعني في كمان إشراك هدول الأطفال أشجعهم أكثر. مزبوط في مدارس الأحد كمان لكن بتلاقي يوم الأحد اللي هو اليوم الوحيد اللي بتنلم الأسرة عشان تروح تصلي خلال طبعا فترة القداس يصير في يعني إرشاد للأهل كيف إنه استمراركم بهذا العمل ليه عشان أنشئ أسر صالحة مبنية على أساس متين. مزبوط دكتورة بتحكي صح. يعني حتى السنة الماضية سيدنا وجه كل الكهنة عندنا إن يكون معظم وعظاتنا بالكنائس عن العائلة وعن الأسرة. برافو. ماشي لأنه إذا نعم. ما في عائلة ما في كنيسة. صح. لأنه بالنهاية البيت هو الكنيسة المصغرة. بالضبط. ماشي حقيقة يعني إنه قديش أنا بطلع عندي بكنيستي بالعبدلية بكنيستي البشارة. نعم.
اللي هي حسب كنيستنا الأرثوذكسية يوم الخميس عيد البشارة عندنا. نعم. وهي عيد كنيستي. نعم. كمان كاتدرائية البشارة، إنه فعليا أنا ككاهن بالهيكل بحتاج للطفل طفلين يخدمه. نعم. بينما أنا بطلع عندي يوم الجمعة عندي 20-30 طفل. نعم. هذول 30 طفل أجوا هم وأهاليهم. نعم. الأطفال من الصبح بتلاقيه عمره صف أول أو ثاني عم بصحي أهله إنه بيدروا على الكنيسة، بيدروا على الكنيسة حتى ما يروح علي الخدمة أو توب. نعم. فحقيقة هون كمان نوجه الأهل إنه أكبر غلط إنه إحنا ظننا إحنا نيجي للكنيسة ونخلي أولادنا نايمين. نعم. هون إحنا نهيئ أولادنا زي ما حكيتي إنه رسالة لهم إنه في مدارس أحد، في شبيبة، في 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 دورات للأطفال إنه نجيب أولادنا. نعم. نعم أولادنا إذا ما زرعنا فيهم منذ الصغر مخافة ربنا ومحبة الكنيسة للأسف راح يكونوا بعيدين. نعم. وهذا بنلاحظه إنه بعض مرات في 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 خطاب مثلا أبونا قديش مدة الإكليل، بنقولهم مثلا نص ساعة، أوف ما بتقدر تختصر يا أبونا. الله. شوفوا لوين الخطورة، لأنه بتلاقيهم، وهذا اللي حكيته قبل فترة، بنروح على ريسبشن 4-5-6 ساعات وبتلاقيها إنه لسه بكير رقص وغنى وما هي وبكير ومبسوطين، بينما نيجي ساعة للقداس ماشي بنشوفه كثير. نعم. وهون دائما حقيقة إن لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. نعم. حقيقة إذا ما كان في هناك الأهل زرعوا في أولادهم محبة ربنا ومخافة ربنا ومحبة الكنيسة، أنا بعتقد حتى للأهل الأولاد ما رح يحترموهم بالمستقبل. لأن الطفل اللي عنده مخافة الله بيحترم أبوه في مكبره. صح. الطفل اللي عنده مخافة الله وحبه للدين وحبه للكنيسة وحبه لجسد ودم الرب يسوع المسيح، حبه لمطالعة الكتاب المقدس. نعم. هذا الطفل هو رح يكون طفل واقف مع أبوه وأمه بالمستقبل. نعم. رح يكون أب صالح، زوج بالضبط. صالح بالضبط. لبيته لعيلته يعني من الأساس، من ثمارهم تعرفونهم. نعم. بالضبط. نعم. هاي فأبونا معظم المشاكل الزوجية بتلاحظ أنك يعني لما بيجوا على الخلافات، هل بتحس أنه الخلافات هل هي عبارة عن زي ما بقول فراغ روحي من الداخل ما وعدم وجود ربنا، أم هل بتحس أنه تدخل العائلة طغى على هذا الفراغ الروحي، أم هو مشاكل مادية هي اللي بتسود على هاي المشاكل الزوجية وتدعو للطلاق والانفساق؟ إيش معظم المشاكل أنت كونك كنت في المحكمة؟ حقيقة دكتورة لا يعني أنه اللي بعض مرات أولاد من شبيبة الكنيسة وأولاد الكنيسة بصير. نعم. في بناتهم خلافات. أكيد. ولكن سهل نتعامل معهم ونلاقي حل، يعني دخول. نعم. الخوري وتدخل الخوري أو المطران. نعم. معهم بتلاقي أذن صاغية بسهولة. نعم. وبعض مرات العكس بتلاقي بعض مرات زوجة وزوجة ما لهم علاقة بالكنيسة. نعم. تدخل الخوري بحل المشاكل كثيرة، بينما. نعم. بعض مرات اللي بنعتقد إن هم أولادنا بنستصعب. نعم. في حلول. هلأ حقيقة المشاكل المادية، في مشاكل. نعم. مادية، وحقيقة هاي بنلاحظها إنه شح المادي بعض مرات بداخل البيت الزوجي بتأدي إلى مشكلة، خاصة إذا ما في طرف بده يتنازل. نعم. أو إذا في طرف متعود على حياة معينة. نعم. صعب إنه ينزل المستوى لتحت. ماشي. بس معظم المشاكل دكتورة اللي عم بنشوفها مع أولادنا في بداية حياتهم الزوجية للأسف هي تدخلات الأهل. نعم. تدخلات الأهل بعض مرات في أدق التفاصيل. نعم. للأسف هاي بسبب مشاكل. نعم. واحنا مشان هيك احنا بنحكي لأولادنا لتعيش حياة سعيدة ركز على 3 أسس بحياتك. أول أساس لحياة زوجية سعيدة هو إن لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. إنه دائما خلي الله داخل فيتك. نعم. ودخول الله أو وجود الله داخل البيت ليس فقط بأيقونة أو بصليب. نعم. إنه نكون إحنا كنيسة. نعم. إنه روح الله يكون ساكن فينا. الأيقونة والصليب داخل. يكون أيقونة بالضبط. موجودة. ماشي. ويكون بيتنا كنيسة بكل معنى. نعم. الكلمة. نعم. وشيء ثاني بنركز عليه لأولادنا وهو أن لا تسمحوا لأي طرف ثالث يتدخل بشؤونكم الخاصة. معظم. نعم. مشاكلنا إذا الزوج والزوجة ببطل لهم السلطة أو الصلاحية على بيتهم. نعم. وبحكيها دائما بصير ريموت كنترول بيتهم في أيدي آخرين. نعم. وهاي بوجهها كمان للي بكونوا ساكنين بنفس البيت أو بنفس. نعم. العمارة. نعم. لا يعني إذا أنا كابن أو بنت ساكنة مع أهلي بنفس العمارة إنه معناته أنا يعني بيتي مفتوح للكل أو تدخلات. بالضبط. هل تعتقد إنه عدم وجود المرشد الروحي بدعو للأهل إنهم يتدخلوا؟ يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص الخاطبين
بعد الزواج كلهم الأب مرشد روحي. نعم وهذا بنطالب فيه دائما. واللجوء له في ساعة في خلاف بدل اللجوء للأم والأب، لأنه نعم. لما بتدخل الأم ولا بتدخل الأب في حل مشكلة لبنته ولا هاي بده ينحاز لا هذا لبنته ولا هذا لابنه. مظبوط 100%. معرفة الأهل الطرفين بالخلاف هذا أنا بعتقد إنه بيولد نوع من مش الفسخ. نعم. ما فسخ حتى لو ما كان فسخ يعني عقد أو لا فسخ يعني زواج أو شيء، بحس من ابتعاد. نعم. يعني حتى لو حلوا مشكلتهم بتطلع الأب لهذا الولد إنه زعل بنته. نعم. وأسائلها وكذا، ما بينسى إنه أنت أهنت بنتي. نعم. يوما ما حتى لو تصالحوا. 100%. وأهل الزوج كمان بتطلعوا على البنت إنه. نعم. هاي الزوجة أهانت ابنهم أو تعرضت كذا، حتى لو تصالحوا يعني حتى. نعم. لو تدخل. نعم. حدا وصالحهم رجعتوا حباب وكذا وهيك، لكن المشكلة ضلت في نفس الأم ونفس الأب لهدول الطرفين، وعملت جرح، والجرح مثل الشخط على الأزاز ما بيروح. بالضبط. فوجود المرشد الروحي وهذا حقيقة اللي بنركز عليه دائما وبنعيشه، انه ليش بنقولهم يا حبايبي انه ما تسمحوا لأي شخص يتدخل بحياتكم. بالضبط. وما تسمحوا. نعم. لأشرار بيتكم تخرج خارج بيتكم. حلو. لأنه الدكتورة تدقيني قديش بنقعد جلسات مصالحة، أنا متأكد كل أب وكل كاهن إله خبرة بهذا الشيء. نعم. بتلاقي بنصالح الزوج والزوجة. نعم. وحياتهم أروع من هيك ما فيه. بتلاقيهم مثلا مقبلين إحنا عيد الفصح، يا أبونا أنا وزوجتي أنا وزوجي علاقتنا أروع من هيك، ساعدنا كيف نرجع علاقة أهلينا مع بعض. ليش؟ لأنه هو نقل كل حيثيات بيته وأسرار. نعم. بيته لأهله. نعم. وهي نفس الشيء، فبطلوا يحبوا يشوفوا أو. نعم. ابنه زوج بنتهم أو العكس. نعم. وقديش بقولي بعض مرات لما يكون مثلا عندنا عماد. نعم. أول طفل ماشي. نعم. تلاقي الطفل عم بيكبر ولسه مش قادرين يحدد يوم عماد. ليش؟ لأنه أهل الطرفين مش متفقين يلتقوا مع بعض. نعم. أو مختلفين على مين يكون إشبين أو إشبينة الطفل. نعم. وهي عنا جريمة لما الأهل كمان بتدخلوا حتى في أدق التفاصيل. نعم. بعض مرات بتدخلوا الأهل حتى باسم الطفل، وأنا. نعم. دائما بحكيها للخطاب بقول حتى اسم ابنكم أو بنتكم بالمستقبل اختياركم أنتم اثنين ولا يفرض عليكم. نعم. لا يعني إذا اسم أبوي هيك أو اسم أمي هيك. نعم. لازم أولادي أسميهم. نعم. هيك بدنا نسميهم باتفاق ما بين الزوج والزوجة. حلو. أنه أكبر جريمة أنا كأم أعيش مع ابني اللي أنا فرض علي اسمه. نعم. أو فرض علي اسمها. صح. ماشي، مشان هيك إحنا بنحكيها دائما إنه أشرار بيتكم خليها لإلكم. يا ما عنا دكتورة على الوحدة وعلى الثنتين بالليل نكون في بيوت صالح، الأهل يكونوا بالطابق اللي تحت وبيعرفوش إنه أنا كخوري أو الخوري موجود عند أهله. أبونا. نعم. شو كنت بتعمل؟ بصلي لهم في البيت. نعم. ماشي، ولما بيسأل أولادهم شو في ما بيحكوا لهم إشي. نعم. فهون دائما إنهم برسالة يعقوب الرسول دائما بحكي ليكن الإنسان مسرعا في الاجتماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. برافو. أنا بحكيها دائما هاي آية ذهبية تكون بين الزوج والزوجة في البيت. نعم. اسمعوا أكثر مما تحكوا. نعم. عشان هيك زي ما حكينا إنه يفضل ما نحط أهالينا بأدق التفاصيل. نعم. إذا أنا كخطيب وخطيب بهاي الفترة المهمة اللي ممكن نقول لأهالينا أنا مش مرتاحة مع خطيبي أو مش مرتاحة مع خطيبتي، إذا أنا كاهل شفت أنه بنتي فعلا أكثر من مرة عم بشوفها متنكدة، البنت عادة الخطيب والخطيبة أحلى فترات، إذا شفت أنه بنتي عم ترجع مش مبسوطة لا أنا أنصحها إذا هذا الشخص مش مناسب اتركي. نعم مش مناسب لإلك تركيه، احنا بنضل بيت اهلك، بس ما نضغط عليها شو بده يحكي عليك الناس، لانه هذا الضغط هو اللي بيؤدي في عائلات فاشله بالمستقبل. نعم. نعم. ابونا هل انت بتجد انه هل الكنيسه تلزم الخطاب، وانا مع هذا التوجه، هلا مش بيختاروا شبين والشبينه. نعم. ويكونوا الشبين والشبينه هن مرشدين اصدقاء لهدول الطرفين، عادة بياخذوا الشبين شبين يا أختها الصغيرة وبلبسوها، مع أنه وجود الأشبين إلهم رسالة كمان، الكنيسة أو الأشخاص المقبلين على الزواج مش واعيين لأهمية هالشاهدين على هذا العقد، واللي بيكونوا كمان موجودين في حل الخلاف أو بتوسطوا عند الكاهن لحل الخلاف. أحيانا المجتمع بيفرض أنه لا بدها أختها لا بدها كذا، عم بقول أوكي خلوا الأخت والأخ والصغير حتى لو ما كان الأشخاص اللي بدهم إياه، يكون واحد تاني هو المرشد الروحي إن كان للبنت وإن كان هاي، يصيروا في شبينين أو يعين لهم مرشد روحي كاهن. إنه أنتوا مقبلين على الزواج مين بدكم الكاهن اللي يكون مرشد روحي، حتى ينكتب اسمه
ويتحمل حتى كمان مسؤولية انه هدول اجوا على المحكمة في هذا الخلاف، وينك يا ابونا انت من هدول الخلاف، يعني يكون متواصل معهم. هل انت مع هذا التوجه؟ حقيقة دكتورة شكرا لهاي الجزئية حكيتيها. هلا بالنسبة للأشابين بالماضي بنقرأ كثير انه الأشابين كانت الكنيسة تحددهم، نعم، لانه الأشبين زي ما حكيت هو المرشد والمرشدة للزوج والزوجة في حياتهم الزوجية، نعم. وقانونيا يجب ان يكون الأشبين والأشبين الزوج والزوجة لهم خبرة بحياتهم الزوجية. بالزبط. اذا الزوج في بداية حياته واجه اي مشاكل يرجع لأشبينه ولأشبينتها، نعم. اذا الأشابين استصعبوا بيرجعوا للكاهن، نعم. هذا الهرم الاهل دائما بعيدين، نعم. فحقيقة اللي حكيتيه كثير كويس انه فعلا انه صارت في عادتنا، انا بدي اختي، انا بدي صاحبتي، نعم. انا بدي... للاسف بعض مرات لا بنجهل من هو الشبن، نعم. بعض مرات بنطلب يكون الأشبين او الأشبينة ما له علاقة بالمسيحية بعد مرات، نعم. حقيقة، نعم. ماشي، وهذا أكبر خطأ، لأنه ما عم نعرف من هو الأشبين والأشبين الأشبين والأشبين، زي ما هو بالمعمودية الأشبين والأشبين هم الأب والأم الروحيين لتوجيه ابنهم لحتى يصبح واعي، هيك الأشبين والأشبين بالعرس هو فعليا هيك، بس مجتمعنا للأسف هلا عم بفرض علينا أنه أختي، أي بعض المرات بتكون الأخت 14 سنة مع أنه قانونيا، نعم. تحت ال 18، نعم. لا يجوز، لأنه توقيحها، نعم. غير معترف فيه، نعم. غير، نعم. معترف، كيف يعني قاشر كيف توقع على عقد، نعم. زواج، نعم. حالات استثنائية بعض مرات لأنه أختها الوحيدة أو ما شابه ذلك، نعم. ولكن اللي بتحكيه، ولكن من له أذان يعني للسمع فليسمع، يعني تحديد أشابين آخرين كمرشدين أو تحديد كاهن كمرشد، هل هذا بالعكس الكنيسة هذا اللي بنحكيه، يعني. إحنا هذا اللي بنحكيه إنه لأولادنا إنه يا جماعة خلي لكم أب وأم روحيين في بعض، نعم. الجزر دكتورة باليونان، نعم. أنا عشت باليونان فترة، نعم. وبعد خلال فترة الدراسة، نعم. بتلاقي الشاب والفتاة اللي إلهم، وكثير من أولادنا هناك وبناتنا إلهم أباء روحيين من أولادهم صغار، نعم. موجودين، نعم. ولا يغير الأب الروحي، وعادهم بكون كمان شبين العمال ولا يغير الأب الروحي، نعم. بتلاقي مثلا أنا بتذكر صديق وصديقة لإيري الجامعة وإحنا بأثينا تعرف على صبية، نعم. قبل ما يوافق، ماشي، قبل ما يوافقوا ويحددوا الخطبة هو حكى لأبو الروحي بالاعتراف مين هي البنت اللي بتعرف عليها، وهي نفس الشيء، فشوف الأب الروحي شو بيحكي لإله، نعم. اسأل لي قبل ما أعطيك البركة إنك تخطب هاي البنت، احكي لي مين، خليها تحكي لك مين أبوها الروحي، نعم. بالأخير بعد يوم قال له إنه أبوها الروحي وفلان، الأباء الروحيين تواصلوا مع بعض، برافو. إنه هل أنا ابني باللي بعرفه أنا اللي أهله ما بيعرفوه، أنت اللي بتعرفه أنت، هل هذول مناسبين؟ هذيك اللحظة بيعطوا البركة ليتم هذه الخطبة أو لا. هون دور الآباء الروحيين اللي بنتمنى من أولادنا دائما يختاروا أب روحي لإلهم يكون مرشد، وفي عنا أباء، في عنا عرسان بتلاقيهم بيرجعوا للعم، بيرجعوا، نعم. للخال، نعم. ميالين لإله وبرشدهم، وربنا، نعم. الله، نعم. إنه في عنا كثير من الأهل، ماشي، بيعرفوش عن أولادهم بينما العم، نعم. بعرف أكثر، لأنه العم دائما بيعطي إرشادات بيميلوا لإله، الخال، الخالي، نعم. نعم. هذا أبونا عند العادات التقليد فنجان القهوة، ولمين طلب ومين الأعطى ومين كذا، يعني أنا بعتقد أنه مش أنه بس أنه يكون كبير العيلة، لا، لازم ينطلب من غير الأب، يعني هلا الأب أوكي واجبه واحترامه، بس إذا الشخص الثاني يكون هو كمان اللي بيحافظ على يعني العلاقات الأسرية لهدول العيلة الجديدة، فإنه يهتم الشخص بإنه يختار الشخص اللي بده ينطلب منه هذه العروس أو هذا العريس بده يعطي، يكونوا هدول أقرب الناس لهدول الكابلز، وهذا كثير التنين. كويس اللي بنحكي إنه فعلا، نعم. اللي بروح بطلب هالبنت لما بضرب إيده على صدره بالضبط، معناته أنت مسؤول عنها، مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها، ولكن حقيقة بعد هذيك اللحظة بعرفش برجع على عاتق الخوري، واحد يا برجع على عاتق يعني الخوري، احترامي لكل الشخصيات، يا وزير يا كذا وهيك، مش هون الهدف أو مش هذا هو المعنى بالضبط. إنك تطلب البنت من مين، مظاهر للأسف هاي، وهذا موضوع آخر، المظاهر بكل أبونا بكل على موضوع الشبن بديش أغيب عن النقطة هذه، هل هناك كمان أيضا لقاء مع الأشابين لما تحضير المقبلين على الزواج الخطاب هدول، هل هناك لقاء أيضا مع أشابين على أساس يعرفوا كمان واجباتهم تجاه هدول التنين، يعني أنت بس بدك توقف قدام الكل قدام الكنيسة في جنب هالعروس ولابس كذا وإلى آخره، أو الجنب هالعريس إنه أنت عندك واجب، أنت انحطيت بهذا الموقف لأنه عندك واجبات ومسؤوليات، فهل عندك عندكم أنتم بدورة الخطاب للأسف لقاء؟ للأسف لا، والمشكلة مش بس يعني اللي حكيناه في البداية دكتورة وحكيتي وركزتي، نعم. عليه إنه في كثير من العرسان بيعرفوش حتى أهمية الأشابين، نعم. والدلالة على ذلك عم بيجيب لي 4 أشابين وأربع أشبينات، نعم. لأنه هون المظاهر، نعم. إنه كان لها 4 أشبينات وأربع أشابين، نعم. ماشي، هي ولا واحد منهم عند المشكلة بتدخل ترى، نعم. عشان هيك أنا بعتقد أكيد لا معنا
عنا انه نحكي للاشابين، ولكن حقيقه هناك اصوات كثيره بتحكي انه حتى مش بس الخطاب يكون لهم محاضرات، انه اهاليهم يكون لهم فتره. نعم. لانه تجهيز الاهل لترك اولادهم هاي بدها دور كبير. نعم. لانه مرحله الترك هي مرحله صعبه بالنسبه. نعم. للاب والام فعلا. خاصه لما يكون ابنه او بنته هم الوحيدين. نعم. لانه فتره، لانه في كثير اهل بتلاقي الام حابة بدها تزوج ابنها وعم بتدور له، ولكن بس يتزوج بصير عندها ردة فعل عكسية، انه هاي البنت اللي لها شهرين متزوجها اخذت ابني مني. ففترة الترك هاي فترة بعتقد حقيقة انه يوم من الايام انه يكون في هناك تجهيز للاهل كيف يبلشوا يهيئوا حالهم، انا ابني او بنتي بدهم يتركوني، ولا يعني انه ينسوني، ولكن في استقلالية. هاي نعم. هي في مثل بقول لك أولادكم ليسم لكم، أولادكم أولاد الحياة، أولادكم ليس أولادكم. نعم. نعم. أبونا، هل يعني كلمة من الأشخاص كمان اللي تابعونا على صفحتنا كتبوا يا أبونا ما هو، هي كأنه صبية اللي كاتبة، شو مواصفات الشاب أنت باعتقادك، مواصفات الشاب الذي اللي بيصلح للزواج عند اختيار البنت للشاب؟ حقيقة هاي من المراحل كثير مهمة. يعني نعم. احنا بنحكي لما نيجي نختار شريك الحياة. نعم. ما نتطلع على المظاهر. انا بعتقد في هناك توافق روحي. نعم. توافق اسري وتوافق اجتماعي وحتى توافق ثقافي. نعم. لانه ما ظنيت انه فرق بالتعليم راح يكون في هناك مشكلة. يعني اكبر جريمة انه واحد يكون معه شهادات وواحد ثاني، لانه مع انه هذا ليس اساس. نعم. ولكن للأسف في اي مشكلة انت ما معك شهادات، انا الحق علي اللي اخذتك انا الهي. فالتوافق الاسري والاجتماعي بيلعب دور كبير. نعم. لانه ومشان هيك فتره التعارف دكتوره فتره اني اعرف هل هذا الانسان هو يعني انا بحكي لاولادنا حتى لو كان الشاب اللي بدي اتعرف عليه مادياته على قاله على. نعم. على قده، بس اذا محترم وبيحترمني وبقدرني وبقدر اهلي بتاجر فيه، ولكن ارتبط في انسان بخيل. نعم. هنا الجريمة. نعم. لأنه إذا أنا كخطيبة بشوف إنه خطيبي بفترة الخطبة فنجال قهوة ما بضيفني، أو. نعم. فنجال القهوة اللي بشربه بدفعني إياه، ماشي، معناته هذا الإنسان مع احترامي يعني مشكلة. أهم الأسباب البخل. بالضبط، هذا البخل أسوأ شيء. أختار مع يعني أعيش مع إنسان على قده فقير، ولا أعيش مع إنسان بخيل بكل معنى الكلمة. وبعد مرات الجريمة الكبرى لما أنا كخطيبة أو كخطيب بشعر إنه خطيبي أو خطيبتي قراراتهم مش بإيدهم. نعم. إذا أنا لسه في بيت أهلي كخطيبي وعم بشعر إنه أهله عم بتدخلوا فيي وقراراته اللي يعني كثير مرات خطاب بيطلعوا بدهم يشتروا هالكاسي أو هالثلاجة، بكونوا متفقين مجرد ما ترجع البنت عند أهلها تتغير. نعم. بتحكي معه لا أنا الماما حكت لي روح. يعني فإذا ما إلهم شخصية. نعم. إذا هذا الشاب بالذات ما إله شخصية وصار عمره 30 سنة ولسه قراراته تأتي من الآخرين. نعم. يفضل ما أشترك معه. أين الحب من الرباط الزوجي؟ وين بتحطه أبونا؟ شوفي يا ما عندنا شباب بيجونا بدهم يخلصوا حياتهم الزوجية، بيحبوا بعض بس مش بتفاهمين. نعم. ليس فقط الحب. نعم. الحب لا يتغير بعد الزواج. نعم. ولكن تختلف مظاهره. نعم. ماشي، لأنه كثير مرات الحب ككلمة الحب ليس ممكن، مشان هيك بدورات الزواج لما بنحكي لهم إياه إنك تفهم لغة الآخر. نعم. تفهم شو شريكك لغة الحب تاعته. نعم. في ناس بحبك بحكي لخطيبته أو لزوجته بحبك إذا بجيب لها عطر، إذا بجيب لها هدية. ثاني إذا بساعدها في الأعمال المنزلية، إذا بقوم في شغلات كثيرة. فالحب مفهوم حقيقة الحب هل ما هو مفهوم عام؟ أنا بعتقد. كلمة بحبك وبحبك ما في أيام حب من الحب ما قتل زي ما بيحكوا، فهي هي. فإذا الحب يعني بيجي مثل ما تحكي على رأيك المرحلة الثالثة أو رابعة يعني من ضمن القائمة. أنا بعتقد بأيامنا اثنين إذا تفاهموا هو التفاهم والتفاوق. نعم. التوافق الأسري، التوافق قوة الشخصية 100% تكون موجودة، التفاهم. نعم. والكرم في العطاء يعني. نعم. مهم جدا بين الأزواج من موضوع البخل. نعم. من البخل هو الكرم في العطاء، أوقات بيكون كريم معطاء لإلها بس مش لغيرها. نعم. يعني بتلاقي موضوع حتى
حتى البخل لازم يتفهم منيح، مش انه مثلا الحرص في اختلاف بين اكون بخيل وبين مدبر. مدبر خاصه الزايد على المال مثلا بالضبط. او شيء لكن موضوع البخل هذا اساسي، انه مثلا وحده فتره الخطوبه لا ينجاب لها هديه ولا ينجاب لها مثلا ولا عزومه ولا كذا وهيك، وبقنن عليها بفتره العطاء الشبكه ولا الطقم ولا مصاريف العرس، شافته بخيل هذا البخل. بده يزيد بعد الزواج. 100%. اسوأ شيء ان يكون الخطيب بخيل بكل معنى الكلمة. أو كمان إني بشعر إنه هذا الشاب ما عم بيحترم أهلي. إذا أنا ما عم بيحترم أهلي، أنا بحكيها للخطاب، إذا حكيتي لي أو بتلاحظي إنه خطيبك ما عم بيحترم أبو أمه، ما عم بيقدر أبو أمه أو ما بتقدر أبو أمها، إيش لحد بلانه يعني، إذا هذا الإنسان ما إله خير لأهله كيف رح يكون خير لأبوك وأمك أو العكس. نعم. يعني كل هذه المواضيع مؤشرات لعدم التوافق الزوجي. يعني ما تاخدي شاب أو شاب ما ياخد حتى الفتاة، إحنا بنحكي على الطرفين مش بس للبنت، حتى الشاب لما بشوف إن البنت ما عم بتوافق أو ما عم بتتفاهم مع الأهل، هذا بتزيد المشاكل المستقبل. البنت مثلا انه كلمتها مش كلمه، لا اللي بيتفقوا مع بعض لما بيكونوا قاعدين مع بعض، لما بتروح على البيت بتغير. يعني هذا كمان انه مؤشر للشاب. ما في حوار دكتوره، في ما في كلمه انا هيك بدي. انا هيك بدي وانا في بيت اهلي حتى بعد الخطبه. كلمه انا هيك بدي ما في. في الراي والراي الاخر، الحوار، وهذا دائما بنحكيها، امراه فاضل من يجدها لانها ثمانيه فوق الآلي، وايضا رجل فاضل لانه الكتاب المقدس هو الاثنين. فحقيقه اني في فتره التعارف اني اغوص داخل هذا الانسان، اني هل هذا الانسان راح اقدر اعيش حياتي معه. لانه من الاسف قلت لك دكتوره في البدايه انه لما بتقعد معهم تتفاجئ انه فتره الخطبه والتعارف ما كانت صح. ما كانت صح. فهون انه ليس الهدف اني البس فستان الابيض او ما شابه ذلك. لا يا عمي، انا اضل برجع بحكي لها اعيش في بيت اهلي معززه مكرمه كبنت او كشب، ولا اني بكره اقضيها بالمحاكم وقضايا. طبعا ابونا قبل ما ننهي البرنامج، وطبعا بنشكر كل الاشخاص اللي كانوا متابعينا على صفحتنا فيسبوك، وان شاء الله بنكون قد جاوبنا على كل الاسئله اللي طرحتوها. لكن ابونا في سؤال، يعني انا دائما بحب يعني نكون صريحين واضحين بين الأشخاص اللي بتعلقوا بين الكاهن، لأن فيش شيء مخبى، ما منخبي عليكم شيء ولا منخبي شيء ولا عم بيحكوا إنه الكنيسة الأرثوذكسية متهمة بأنها تعطي الطلاق بشكل سهل، واللجوء إلى الكنيسة الأرثوذكسية وغير الكنائس الأخرى في موضوع الطلاق. بدك بصراحة؟ نعم. صدقيني أنا بتذكر كنا بالمحكمة كانوا يحكوا ماشي بدك تطلق روح على الروم وطلق. هذا مفهوم خاطئ. قد يكون بالماضي، أنا ما بعرف، يمكن يكون دخان، ولكن ليس بالمفهوم اللي بيعرفوه، لأنه اللي بيعدوا العصي مش زي اللي بيأكلهم. أكيد. دكتورة أكيد. يعني بتشوف العجائب بالمحاكم الكنسية. والله يعينهم. يعني كل المحاكم بالماضي، كنا في المحكمة الكنسية بالماضي بجوز بعض مرات 10 قضايا تكون منظورة أمامنا، بجوز ولا قضية روم أرثوذكس. ولا قضية. معظم القضايا من الكنائس الثانية. كنا بالماضي وبجوز أنا بدي أحكيها بجوز قبل 2016، بالماضي تقبلي باتفاق الطرفين ينضموا للكنيسة الأرثوذكسية ونخلصوا، ولا أن يكون في هناك تغيير دياني. لأن كانت التغيير الدياني أهم شيء. ويدفعوا ثمنها الأطفال. ماشي. هلا أنا بعتقد وكل الاحترام للكنائس اللاتينية أو الكاثوليكية، صار في هناك تساهل أكثر. يعني أول كان يقول لك روع الروم، هلا من 2016 لهاي اللحظة ولا أي قضية غير الكنيسة، غير إذا ما كانت الشهادة روم أرثوذك كنيسة أرثوذكسية ما بطلق. ليش؟ لأنه بطل في داعي، لأنه صارت الكنائس الأخرى والمحاكم صار فيه هناك قانون، وأنا بشد على إيدهم. إنه اثنين صار ينعطوا بطلان زواج. صار ينعطوا بطلان زواج، فبطل عندنا بالروم الأرثوذكس هذا الشيء. ولو إنه بالسريع في عندنا قضايا لسنتين ثلاثة عالقة في المحاكم الكنسية، ليس بالمفهوم انه روح وطلق. هذا انا بعتقد مفهوم مش صح. ماشي. والدلالة على ذلك لما في عندنا قضايا سوري، يعني هاي المحاكم الثانية صارت تطلق بسهولة. صارت تطلق بسهولة لانه اثنين عم تتدمر حياتهم. وصدقوني في ملفات كثيرة لو بتنفتح يفضل يظلها مغلقة أفضل. ولا الأهل يعرفوا بعض مرات شو اللي فيها. أما الكنيسة الأرثوذكسية بتطلق، وهاي مشكلتنا، الكنيسة الأرثوذكسية تنطعن من الكل بس لأنها بدها تساعد. كنا نساعد ولا يتم تغيير الدين. لأنه وقلت لك صدقيني بعض مرات قضايا كانت تيجي أمامنا، كانت تيجي أمامنا
يعني نتطلع معقول احنا كنيسة ارثوذكسية والملفات اللي امامنا مش روم ارثوذكس؟ نعم. بس كنا ننظر ايش بعد ما يكون اثنين متفقين، لا يخلصوا لمصلحة بالضبط، لن لا لا لن لنخلي اسرنا اسرنا صامده ماشي. ولكن ما كانت الكنيسه الارثوذكسيه تطلق بغياب طرف اخر من غير الارثوذكس. نعم. ماشي. فمنشان هيك كنا نطلب باتفاق طرفين. نعم. وما تصدقي في قضيه قلت لك اياها في البدايه. نعم. لا يوجد قاضي كنسي باي كنيسه وباي محكمه. نعم. انه سهل عليه يوقع قرار. أكيد. لانه الملفات والقضايا والاقوال الموجوده والبينات يفضل تظلها والمحكمه الكنسيه او قاضي المحكمه الارثوذكس اللاتين الكاثوليكي ينطعن ولا يحكي شو موجود في الملفات. شكرا يا أبونا على صراحتك بهذا الجواب، فعلا يعني هذا إن شاء الله تكون إجابة واضحة وصريحة أمام المشاهدين والمتابعين واللي كتبوا الأسئلة والتعليقات، جاوبنا على معظم أكثرها حتى وزيادة كمان. لكن أكيد متابعين نحن مع هاي المواضيع اللي أنتوا طرحتوها واهتميتوا فيها وطلبتوها أنه يتم مناقشتها على نورسات بشكل على التلفزيون بشكل مباشر. طبعا أبونا بيوعدنا أيضا أنه في أي موضوع آخر تطرحه أنه يكون معنا لمناقشته. أبونا أنت محبوب ومطلوب، يعني لك مشاهدة جدا عالية عنا. فنشكرك أبونا ونشكر حديثك الطيب والشيق والمهم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الحديث. نطلب أيضا أنه الاسترشاد أيضا بالنصائح اللي تم التكلم عنها خلال هذه الحلقة من الإرشاد والمقبلين على الخطاب يبدأ من الصغار، يبدأ من البيت، من العائلة. يعني مشكلة الأهل، مشكلة الأزواج اللي بيوصلوا للمحاكم الكنسية هي مو مشكلتهم فقط، هن مشكلتهم من الأسرة اللي ربت هذه العائلة، اللي كانت الأسرة البنت ولا أسرة الشاب. شو طلعتوا أولادكم؟ البذار اللي طلعتوا هل هي صالحة أنهم ينشئوا بيوت أخرى ويطلعوا كمان بذار صالحة أم لا؟ فدائما كمان النصيحة الثانية أنه وضع المشاكل الأسرية المقبلين على الزواج أو إذا المتزوجين الجداد أمام مرشد الروحي، أمام الأشابين إذا اللي مختارينهم يكونوا صح إن مرشدينكم. ابعدوا الأهل عن أطراف الخلاف، لأنه صعب كتير لم الأهل في موضوع الصلح، لأنه بضل الأم لا بهون لها بنتها ولا بهون لها ابنها. فعلى كلن بنشكر متابعتكم. أبونا سالم نحن بنشكرك جدا لهذا اللقاء ولهذه النصائح والإرشادات، تعطينا البركة اللي ننطلق بسلام. الله يكون معكم ويبارككم. ونصيحة أخيرة أنا بحكيها للأهل، بترجاكم دائما ابعدوا عن تدخلاتكم في أولادكم. ويديش مفرح لما في أهل بقول لك أبونا إحنا ما بدنا نتدخل، إحنا مسلمين أولادنا إلكم كخوراء لا تقدروا. نعم. يعيشوا حياة كريمة. نعم. الله يبارككم، إن شاء الله تكون زيجات أولادنا وبناتنا زيجات قوية مبنية على أساس المحبة والتفاهم، ودائما بنحكيها إن لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البنون. آمين يا رب. أكيد آمين. شكرا لكم. طبعا نهديكم ترنيمة، هذه كمان من إنتاج جوقة ينبوع المحبة، وهي ترنيمة للأزواج الجدد. فنشكر طعمة وزوجته المحبوبة في على هذه الترنيمة. فكونوا معنا في الترنيمة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل في موضوع آخر إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. عهد الرب وعدنا سوا.
كم الحلم رغد وهنا. كنيسة صغيري نحنا وفدينا هو فرحنا، ما نخاف من اللي جاي يسوع بيحمل معنا. كنيسة صغيري نحنا وفدينا هو فرحنا، ما نخاف من اللي جاي يسوع بيحمل معنا. الله هو اللي بيجمعنا، ما حدا بيفرقنا. الله هو اللي بيجمعنا، ما حدا بيفرقنا. عذرا مريم هي أمنا بترافقنا بالصلاة. وعدنا سوا نكمل هالعمر.